احنا خلصنا الشحنة اللي جاية من نون اللي هي في الكرتونة الكبيرة دي، ومليانة أكياس هواء، مليانة أكياس يعني، حاططها عشان أحافظ أقل على الحاجات دي يعني. خلينا نشوف الشحنة اللي جاية من نيو إيك، ده موقع أمريكي طبعا. طبعا دي حاجات نون بتيجي خلال يومين يعني، دي طبعا قعدت أسبوعين، 16 يوم 15 يوم يعني، تقريبا 10 أيام وصلت الإمارات، ومن الإمارات حوالي 4 5 أيام لحد ما وصلت هنا السعودية. كويس، هنا الطريقة، معرفش إيه ده، اللوك ده ولا إيه؟ ده النيو ايج اللي هو الموقع نفسه، تقريبا بعد انفويس اهي، فاتورة حاجة محترمة يعني، بعد كوميرشال انفويس يعني، بعد فاتورة تجارية للحاجات اللي انا مشتريها يعني، الحاجة دي حاجة اوفيشال هي يعني رسمية، ناس يعني ما تهزرش يعني. بسم الله. تلقى في ايه؟ ايكو دوت امازون، ده موقع امازون. دي مين بقى؟ اليكسا. مين اليكسا دي؟ ده المنافس لايه؟ مين ده؟ لجوجل، جوجل هوم او جوجل اسيستنت. ده جوجل هوم نفسه اليكسا، ده وظيفته ان هو يعني زي جوجل ده مثلا. خلينا نشغله كده نشوف مع بعض يعني وظيفته ايه، لحد ما نبقى نفتح ده ونشغله برضك. بيفتح لسه، بيحمل، اوكي جوجل، what time right now؟ It's 10:53. اوكي جوجل، what's the current temperature؟ The temperature in Riyadh right now is 35. يعني درجة الحرارة 35. لو سألته طبعا أي سؤال زي جوجل، مع أي لو معاك أي تليفون بتفتح جوجل برضك وتكلمه عادي، تقول له هاي أو أوكي جوجل يعني، فيفتح معاك، تسأله يسأل يجاوبك يعني. اوكي جوجل، هو از يو اس اي بريزيدنت؟ The president of the United States of America is Donald Trump. انا بقول لك دونالد ترامب اللي هي رئيس امريكا الحالي يعني. اي سؤال، نفس امازون نفس الكلام، او قصدي اللي هو الاكسا، الايكو دوت، الايكو دوت ده امازون وده جوجل، نفس الكلام بتساله. طبعا ده انا موصله بجوجل كروم، متوصله على في تلفزيون الشاشة، هي شاشة عادية مش سمارت يعني، بس بتتحول سمارت مع الجوجل كروم يعني. أطلب منه أي حاجة، يفتح فيديو يوتيوب، ممكن يعمل لي سيرش على الشاشة على طول مباشرة يعني. وبرضك بجيب مثلا، بتجيب أنت سمارت بلاج فيش ذكية يعني سمارت، تحطها في اي فيشه عندك في المطبخ او حاجه، تحط عليها اجهزه وتدي له امر هنا من جوجل، اطفيها يطفي لو شغاله، افتح الباور عليها يشغلها لو مطفيه، لو التكييف عندك واي فاي يشغله ويطفيه لو انت، وطبعا لو انت حتى في الشغل ممكن تدي له اوردر، او ببعض التطبيقات بالابلكيشن بتدي للتكييف والفيش والاجهزه امر، من انت لو في شغل او في بلد تانية خالص يعني.
فنبقى في مره نفتح الايكو دوت ده ونحاول نعرفه ونشغله زي جوجل اسيستنس ده. بس دي اللي عندنا النهارده، وان شاء الله لما نجيب البراند فور يا دوبك لسه نازله حديثه في الصين، اول ما توصل دي هنعمل لكم بيها فيديو ان شاء الله.